أحبابي في الله آية استوقفتني. قال الله عز وجل في سورة الأنعام: هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. هم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. والله يا أحبابي في الله متى العبد استقام بشر بعدها بدار السلام. وأسأل الله أن يوفق أخوي الشيخ حسن ويجمعني فيك في الجنة يا حبيبي.